الانقسامات الإسرائيلية بشأن مواصلة الحرب على غزة. أشارت صحف أجنبية إلى أن التوترات المتتالية لا سيما مع إدارة بايدن تزيد من عزلة نتنياهو وتطرح تساؤلات بشأن إمكانية بقائه في السلطة، في حين تناولت صحف أخرى التصعيد المتزايد على الجبهة الشمالية وخطر توسع الحرب مع حزب الله. وفي ظل الجمود الدبلوماسي، نقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ستكثف حملاتها لاغتيال قادة حماس في محاولة لإجبار حماس على قبول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، زاعما أنه مع عدم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار فإن إسرائيل تعتقد أنها تتمتع بالشرعية الدولية لمواصلة تنفيذ عمليات اغتيال في حين التوصل لاتفاق يعيد كافة المحتجزين. كما أشارت الصحيفة إلى أنه في حين تزعم إسرائيل أن حماس هي التي تعرقل الصفقة، إلا أن نتنياهو يخشى الإعلان عن قبوله بالصفقة بعد أن هدد أعضاء ائتلافه المتطرفون بالانسحاب من الحكومة إذا تم تنفيذ الاتفاق. ننتقل لنقرأ في الصحيفة التالية، صحيفة نيويورك تايمز. تناولت الانقسامات المتزايدة بين حكومة نتنياهو والقادة العسكريين إلى جانب الخلافات مع إدارة بايدن، وأشارت إلى أن التوترات المتتالية لا سيما مع الحلفاء تطرح تساؤلات بشأن مستقبل الحرب على غزة وقدرة نتنياهو على البقاء في السلطة. إذ اعتبرت الصحيفة أن في الشهر التاسع من الحرب يجد نتنياهو نفسه معزولا، لا سيما أن هدفه المزعوم بتحقيق النصر الكامل على حماس بات يتعارض مع المؤسسة العسكرية التي تعتبر أن وقف إطلاق النار في غزة وحده كفيل بإعادة المحتجزين الإسرائيليين. كما تنقل الصحيفة عن محللين أن الاستراتيجية القتالية تعكس حاجة نتنياهو لأن يظهر للداخل الإسرائيلي أنه يدافع عن البلاد وسط تزايد الإدانة العالمية للحرب، كما أنه يحاول استرضاء حلفائه اليمينيين من خلال إصراره على مواصلة الحرب حتى يضمن بقاء حكومته. كما أشارت أيضا الصحيفة إلى أن نتنياهو يخوض معركة عالية المخاطر مع إدارة بايدن التي وفرت الغطاء السياسي لإسرائيل في الحرب المدمرة على غزة وقدمت الدعم العسكري لها. إلى سؤال في صحيفة بوليتيكو الأمريكية، هل اقتربت حرب إسرائيل مع حزب الله؟ يجيب جامي ديتمر ويشير إلى تصاعد حدة التهديدات بين إسرائيل وحزب الله، وأشار إلى أنه على الرغم من الجهود الدبلوماسية والتحذيرات الصارمة فإن خطر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط يتزايد كل ساعة، كما حذر من أن اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله سيكون مدمرا بالنسبة لكل الأطراف المعنية وستمتد تبعات الحرب بينهما إلى المنطقة بأسرها. وبينما اعتبر أن التهديدات المتبادلة تهدف إلى ردع الطرف الآخر عن تجاوز الحدود، إلا أنها تخاطر أيضا بجعل التراجع يبدو صعبا للغاية بالنسبة للطرفين، خاصة أن كليهما سيدخلان المعركة بقوة كبيرة ولدى كل منهما القدرة على إلحاق أضرار فادحة بالآخر، لا سيما أن حزب الله حاليا أقوى بكثير من السابق بحسب الكاتب. أما في موقع ميديا بارت الفرنسي، استعرضت غوينال لينوار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وأشارت إلى أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين تزايدت منذ وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، وتستمر أيضا حملات الاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت أنه منذ 7 أكتوبر تكثفت هجمات المستوطنين في ظل إفلاتهم من العقاب، كما قامت الحركة أو الحكومة الإسرائيلية بتوزيع الأسلحة على المستوطنين. وتبين الشهادات التي جمعها الموقع الفرنسي أن المستوطنين ينفذون الهجمات على الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية على مرأى
من الجنود الإسرائيليين الذين يقومون بحمايتهم وقمع الفلسطينيين. كما تنقل عن محللين أن ما يحصل في الضفة الغربية يأتي في سياق تنفيذ خطة الاستيطان التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش عام 2017، وترسم للفلسطينيين 3 سيناريوهات: إما البقاء تحت الاحتلال أو المغادرة أو المقاومة، وفي هذه الحالة